أخواتي في الله، كنتمنى تكونوا في صحة جيدة ومبروك عواشركم ورمضان كريم، الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة وكل المتمنيات. اليوم غادي نقدم لكم إن شاء الله دي من وصفات رمضان لينين بورق الفيلو، كيجيو جد مقرمشين وبنان، كنتمنى أنكم تجربوهم، وإلا عجبوكم إن شاء الله شاركوا معي في القناة وضغطوا على زر اشتراك وجيم وبارتاجيو مع الأصدقاء ديالكم. والآن بسم الله على بركة الله. عندي في المكونات ما يعادل 250 غرام ديال الكفتة، عندي واحد بصلة محكوكة كبيرة أو لا مقطعة رقيق، أنا هنا حكيتها، عندي واحد العلبة ديال شارية فيرميسيل أو شارية صينية، عندي واحد الحبة جزرة كبيرة محكوكة في الحكاكة الغليظة، عندي واحد الحبة ديال الكورجيت كذلك محكوكة في الحكاكة الغليظة، عندي هنايا واحد الفلفلة حمراء مقطعة مربعات صغيرة، عندي واحد شويه ديال لي شامبينيون نوار الا كانوا متوفرين، ما كانوش ماشي بالضروره ديروهم، عندي واحد شويه رقدتو في الماء من بعد ما رطابوا معايا قطعتهم قطع صغيره، هنا عندي الزيتون كذلك قطعته رقيق واحد شويه، وعندي هنا المعدنوس حتى هو مقطع، عندي هنا الصلصه الحاره اولا الهريسه على حساب شنو متوفر عندكم، كذلك في العطرية عندي البابريكا ملعقة صغيرة أو التحميرة، عندي ملعقة الفلفل صغيرة ديال الفلفل أسود أو البزار، عندي معلقة صغيرة ديال الكركم أو الخرقوم بلدي، عندي معلقة صغيرة ديال سكنجبير أو الزنجبيل، عندي هنا معلقة كبيرة ديال الملح، وعندي معلقة صغيرة ديال بودرة الثوم، وعندي معلقة صغيرة ديال العطرية المكسيكية كذلك إلا كانت متوفرة، ما كانش ماشي بالضرورة تستعملوها في هذه الوصفة. وعندي هنا الزيت، أنا كنخلط الزيت البلدية والزيت الرومية في واحد القرعة عندي دائما فوق البوطاجي، غادي نستعمل فيها واحد الكمية غادي نوريها معكم عفوا. وعندي هنا أبيض البيض باش غادي نلصق ورق الفيلو، وعندي هنا الزبدة بعد ما ذوبتها طابت مزيان وضفت عليها شوية ديال الزيت الرومية، وعندي هنا شوية ديال الفروماج إدام محكوك او اي جبن عندكم، ممكن تضيفوا غير الجبن مثلث او لا على حسب شنو عندكم او موزاريلا، المهم يكون جبن باش يعلك لينا شويه الحشوه باش تجي مجموعه من الداخل ديال الورقه. والان غادي نبداو على بركه الله، غادي ناخذ واحد المقلات، هنايا غادي ناخذ واحد المقلات غادي نوضع فيها شويه ديال الزيت البلدي والرميه ندير الخلطين تقريبا هذا القياس، نضيف عليهم واحد المعلقه ديال الزبده نسيت ما ذكرتهاش في المقادير، نخليها تذوب معايا شويه، بعد ما دبت معايا الزيت وسخنات الزبده كذلك غادي نضيف البصله، البصله اللي حطينا هي الاولى، غادي نضيف عليها الفلفله الحمراء اللي مقطعه مربعات صغيره، غادي نضيف كذلك الجزر المحكوك، غنضيف لي شامبينيون نوار لي قطعت أو الفطر الأسود، غادي نضيف الملح معلقة كبيرة، غادي نضيف بودرة الثوم معلقة صغيرة، غادي نضيف الفلفل الأسود أو البزار معلقة صغيرة كذلك، نشرحو هاد المكونات مع التخليط دائما، دائما العافية تكون شوية مجهدة حتى نشحر كاع جميع المكونات عاد نقص عليها، غادي نضيف كورجيت أو القرع الأخضر، بما دبلت عندي الخضرة على هاد الشكل حسيت بيها نزلات، غادي نضيف الكفتة،
عندك الكحكة ونضيف عليها التوابل، سكنجبير معلقة صغيرة، والبابريكا أو التحميرة معلقة صغيرة كذلك، ومعلقة صغيرة ديال الخرقوم أو الكركم، ومعلقة صغيرة ديال عطرية مكسيكية. كما قلت لكم إلا كانت متوفرة ما كانش راه ماشي ضرورية. نستمروا على هذا الشكل، هنحسوا بالكفتة ديالنا طابت، لكن ما تفلتتات معايا الكفتة وتخلطات مع الخضرة كلها مع العصير، غادي نغطيها ونقص عليها العافية، نغطيها باش طيب معايا. كما كيطيبو كاع المكونات لي عندي على هذا الشكل، غادي نضيف الزيتون مقطع رقيق، وغادي نضيف المعدنوس، وشوية الصلصة الحارة على حسب الذوق. غادي ناخد الشعرية الثانية بعد ما رقدتها طرطات وقطعتها بالمقص بهذا الشكل، غادي نضيفها بعد ما كيطيب عندي كلشي، هاد المكونات كلهم كيطيبو، وكنضيف الفرماج، كنضيف الفرماج على هاد الشكل، والعافية راني راه طفيت عليا، وكنخلط. هذا هو الشكل ديال الحشوة ديالي من بعد ما طابت. هنا من بعد ما بردت عندي الحشوة ديالي تبردت تماما، حيت ورق الفيلو هو رقيق بزاف، الا جاب الله الحشوة ما كانتش بارده غادي تقطع معنا. دابا غادي نبدا، وانا استعملت هذه النوعية نحطوها نحاول نقطعها بالسكين. هذا الحجم الشيء اللي بقى غنديرو في واحد المنديل باش ما تنشفش. دابا غادي ندهنو بالخليط ديال الزيتون السوداء، بهذا الشكل،
الورقة الثانية. هذيك ندهنوها ثم نديرها الورقة الأولى. غادي ناخذ الحشوة ديالي نشر معايا ديك جوج وريقات على هاد الشكل. من بعد نطوي الجوانب وندف. الاخر غادي نلصق بابيض البيض. الا ما كانش البيض ديرو شويه الدقيق خلط مع الماء. ها هي الميم ديالي اولا بريوه بهذا الشكل ديالها. نعاود معكم وحده اخرى. ناخذ الورقه الاولى ندهنها بالزبده والزيت. ناخذ الورقه الثانيه ندهنها الثانيه. نعاود نرجع الورقة الأولى. دابا غادي ندير الحشوة ديالي. بهذا الشكل. وغادي نلف من بعد. غادي نجمع الجوانب باش ما تخرجش الحشوة. ونعاود نلف مرة أخرى. في الأخير غادي ندير أبيض البيض ونلصقها على هذا الشكل. نزيد ندير معاكم واحدة أخرى. هما لينيم ديالي بعد ما ساليتهم دهنتهم بواحد شويه ديال الزيت. دابا غادي ناخذ منهم واحد شويه نطيبو. داكشي اللي بقى ليا غنديرو في الكونجيلاتور. هما لينيم بعد ما خرجتهم نقدمهم على هذا الشكل. غادي نوضع فرماج ساندويتش. هذا ما قطعته بهذا القطعه هادي. غادي ناخذ واحد العويد درت فيه زيتونة واحد نص طماط سوغيز وغادي نديرها على هاد الشكل هذا.
هو الشكل ديال لينيم ديالي بعد ما ساليتهم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. وهو الشكل ديالهم كما كتشوفوا مقرمشين. غادي نفتح معكم وحده. شوفوا كي كتجي مقرمشه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله.